استهداف حي الإنصاري الشرقي بثلاثة براميل متفجرة، أحدهم يحتوي على غاز الكلور مما أدى إلى اختناق البعض، والآخر أدى لهدم منزل بشكل شبه كامل. والحمد لله أضرار مادية، ولكن يوجد بعض الإصابات نتيجة قصف البراميل الثاني الذي يحتوي على مادة غاز الكلور. وللتو أتى فريق الدفاع المدني مشكور بإنقاذ حياة الآخرين.